في 22 من شهر آذار من كل عام يحتفل العالم بيوم المياه العالمي. وفي الأردن رعى سمو الأمير الحسن بن طلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بحضور هيئات دينية إسلامية ومسيحية. إلى التفاصيل. رعى سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية الاحتفال الذي أقيم بمناسبة يوم المياه العالمي، والذي نظمه مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الدينية ووزارات المياه والري والأوقاف والتربية والتعليم ودائرة الإفتاء وعدة مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والسفارة الألمانية في عمان. وشدد سموه خلال الحفل على الحاجة لتضافر الجهود في إطار المشرق العربي لمعالجة التحديات المائية والزراعية والخدمية، كونه لا توجد دولة قادرة على مواجهة ذلك بمفردها. واضح جدا من الأرقام أن لا توجد دولة في المشرق العربي تستطيع أن تعالج مشاكلها المائية الزراعية والخدمية بمفردها، فلا بد من الحديث عن تضافر الجهود في إطار المشرق العربي. من جانبه قال وزير البيئة نايف الفايز وزير المياه والري بالوكالة إن وزارة المياه ورغم تحديات تفاقم الطلب على المياه مع أزمة اللجوء السوري تمكنت من إيصال خدمات المياه لما يتجاوز 95% من سكان المملكة وخدمة 63% من السكان بشبكات الصرف الصحي. لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 يوم المياه العالمي كمناسبة دولية يتم الاحتفال بها في 22/3 من كل عام، وبوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه والحفاظ عليه ومواجهة تحدياته. وفي كلمة لسماحة المفتي العام للمملكة الدكتور محمد الخلايلة أكد فيها على أهمية استثمار اليوم العالمي للمياه انطلاقا من التأكيد على أهمية هذه النعمة، لا سيما وأن الأردن يعد من أفقر الدول بالمياه في العالم. فالدين هو أحد أهم محركات المجتمع، فقد كان له الأثر الكبير في بناء الوعي المجتمعي لتعريف الناس بأهمية المياه ومكانتها، كما شكل أهم الدوافع للحفاظ على المياه من الإسراف والتبذير أو الإتلاف والتلويث. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالوكالة الدكتور عادل طويسي إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خاصة في تقديم برامج متخصصة لمعالجة مشاكل المياه، منها برامج التوعية والتثقيف بالتعاون مع وزارة الأوقاف. فالماء أصل الحياة وسر الوجود، وهو هبة الله للمخلوقات على وجه الأرض، وهو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ولولاه لما استقامت الحياة ولما ازدهرت الحضارات، وللماء قيمة مقدسة فضلاً عن قيمته في النشأة والحياة. وأشار ممثل الكنائس المسيحية في الأردن الأب نادر ساووق إلى أهمية المحافظة على المياه باعتبارها أكثر القضايا إلحاحاً، مشيراً إلى أهمية دور المرأة في تعزيز ثقافة ترشيد المياه. في ضوء تعليم الكتاب المقدس تستخدم الكنيسة المياه في صلواتها وطقوسها، وبالأخص في سر المعمودية الذي هو باب الدخول إلى الإيمان المسيحي. ولنا في الأردن أرض الحضارات والمقدسات، أرض المعمودية، أن يكون النهر الذي اعتمد فيه السيد المسيح على يدي يوحنا المعمدان حاملاً لاسم بلدنا الحبيب الأردن. وفي ختام الحفل قام سموه بالتوقيع على الإصدارات التي خرجت عن مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الدينية.